بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الاطلاع على تقرير الارتحال الشهري تبين لنا أن القفزات الارتحالية ما زالت تحافظ تقريبا على نسبتها المستجدة والمتسارعة بنسبة 20% عن ما كان يجري خلال السنتين الماضيتين، فقد بلغت هذه المرة معدلا يزيد بقليل عن تقرير الارتحال الشهر الماضي، وهو الآن يسير بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 5.3 ميل بالشهر، وهو الآن بحدود 5.1 ميل، وهو معدل مقبول. وترجمة ما أقوله هو أن نضع بوصلة رقمية أو يدوية، وسنلاحظ مدى الانحراف الحاصل والتذبذب في خطوط الحقل الأرضي التي باتت على بعد 77 ميلا فقط عن نقطة الانزلاق نحو الخطوط الأضعف، وعليه فإن الحقل الكهرومغناطيسي الأرضي الآن يقترب من شفا جرف هاوية التلاشي. فمن بعد ما نصل لتلك النقطة بعد سنة ونيف تقريبا من الآن، قد تزيد أو تنقص تبعا للاقتراب الكتلي، فإن الارتحال سينزلق ويتعمق نحو البر الروسي بمعدل ارتحال عالي لم تشهده الأرض من قبل، لم تشهده الأرض بتاريخها المعاصر، وأتوقع له حوالي السنة تقريبا بعد اجتيازه نقطة 40 درجة، أي أننا سننتقل من ارتحال حالي محدود إلى ارتحال فوضوي لا تحمد عقباه، وعندها ستكون خطوط الحقل في حالة انهيار تام، وتحقق الشرطين المتلازمين واقع لا محالة. الآن انهيار الدرع الواقي للأرض سيجلب معه اختزام طاقي وأحمال من الشحن العالي ستقلب موازين الأرض، ويبدأ بالتدريج الارتحال الجغرافي الذي سيغير محاور الأرض ويغير وجه الزمان. أيها الأكارم، هناك أخبار تتواتر عن قرب نهاية العالم وما إلى ذلك، وأن شيئا ما مجهول بين قوسين يحصل في أغلفة الأرض، أولا نهاية العالم هو بأمر الله عز وجل، أما الشق الثاني فهو ما أقصده ونرتقبه من انهيار حقل الأرض وعواقبه. يلمحون يمهدون ولكن لا يستطيعون النطق بالحقيقة، ولا تنتظروا منهم الاعتراف بتاتا حتى لو ظهر السبب وبان للعيان. أيها السادة، من متابعتنا للرابط البديل يحصل لدى البعض خلط في المفاهيم، ليس كل تماس في بيانات الحقل الأرضي والحقل الداخلي نقول عنه انهيار، فالانهيار الحقلي ليس أمرا سهلا، ويجب أن يتحقق ما يلي: أولا تلامس محكم الغلق بين خطي البيانات السابقين، ثانيا سالبية واضحة لبيان هابط متماس بعد ملاحظة تحقق التماس المقصود، ثالثا مزامنة ما بين الرابط الأساسي والرابط البديل، رابعا تلاشي الدرع الصاد الأمامي وتكسره، خامسا بعثرة الخطوط أو خطوط الحقل، سادسا اضطراب عام في تدفق حقل الأرض واندفاعه واندفاع الخطوط وانشدادها بكافة الاتجاهات. عندها نقول أن الانهيار قد حصل. وليعلم الجميع أنني لا أتوقع شخصيا أن نصل للتواتر المطلوب في الحيز الزمني المقدر إلا بعد أن نجتاز نقطة اللاعودة أو 40 درجة، وبنفس الوقت لا أستبعد حدوث انهيارات بين حين وآخر، حتى لو كانت الأرض على خط نسق واحد لأبعد ذروة مدارية، لأن الأرض أصلا والمجموعة الشمسية الداخلية راضخة تحت سيطرة الحقل الدخيل،
إما ما خرج عنها فهو الآن يتعرض للرجم النيزكي كحال كوكب المشتري، وأصبح الراصدون الهواة يشاهدون مدى قوة هذا الرجم، لأن السحابة النيزكية مركزة الآن هناك وهي بطور التقدم نحونا. أكرر أنني معكم مدة زمن قصير ومن بعده عجل كبير، فاحذروا من المغالطات ولا تتبعوا المزايدات، واتبعوا الحق دائما لأن الوقائع تقول ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.